أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل لا بد من العمامة التي يصح المسح عليها، هل لا بد فيهما من التحنيك والذؤابة؟ لا بد من التحنيك، أما الذؤابة لا، لا بد أن تكون محنكة أو تكون ذات ذؤابة. أما الصمة اللي ما له ذؤابة ولا له تحنيك هذه ما يمسح عليها، أما العمامة التي محنكة وذات ذؤابة هذه أتم، وإن كانت ذات ذؤابة أيضا لا بأس، أو محنكة فقط لا بأس، يمسح عليه. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ولهذا يقولون: ومسح عمامة محنكة أو ذات ذؤابة. نعم.